تايجر، دبابة هتلر التي أرعب اسمها قوة الحلفاء. بعد خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، عانت القوات المسلحة الألمانية من ظروف قاسية فرضتها معاهدة فيرساي عام 1919، حيث منعت هذه المعاهدة ألمانيا من صناعة الآليات المدرعة والدبابات. في أواخر عشرينيات القرن الماضي، أدرك الجيش الألماني أهمية التقنيات المتطورة والمفيدة في صناعة الدبابات، وحاول التهرب من معاهدة فيرساي من خلال عقد اتفاق مع روسيا التي كان يتعامل معها سراً، وتم تطوير برنامج سري بين الدولتين لصناعة الدبابات. ومع مرور السنوات تم تصنيع وتطوير برنامج الدبابات الألمانية، وخصوصا بعد تولي هتلر السلطة في عام 1933، حيث أصبح له دوافع عديدة لصناعة وتطوير الدبابات واستخدامها في الحرب. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو الدبابة تايجر، واحدة من أعظم ما أنتجته الصناعات العسكرية الألمانية في عهد هتلر. الحاجة لدبابة النمر. في عام 1940، وبعد تجربة القتال ضد الدبابات الفرنسية الثقيلة من طراز سومو اس 35 وشارب 1 في معركة فرنسا، طلب هتلر من شركتي هانشل وبورش تصميم دبابة تلبي احتياجات المعركة. وقامت هانشل ببناء نموذجين، الأول مزود بمدفع 88 ملم والثاني بمدفع 75 ملم، وكل النموذجين جاء بوزن نحو 60 طنا شاملا وزن الذخائر والوقود. تعتبر تايجر أو النمر الألماني دبابة سابقة لعصرها من حيث الوزن والهيكل والتدريع وأنظمة الرماية وغيرها من المزايا التي جعلت منها واحدة من أشهر أسلحة التاريخ الحديث، وقاعدة لتطوير عشرات النماذج من الدبابات التي تستخدم حول العالم إلى يومنا هذا. الهيكل والتصفيح. بلغ طول الدبابة النمر 6.3 متر وبعرض 3.5 متر وبارتفاع 3 أمتار، علماً بأن فرق الهندسة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية كانت تعتمد ارتفاع تحصيناتها من 3.5 المتر حتى 4 أمتار، ما يعني أن الدبابة الألمانية كان بوسعها التخفي وتأمين نفسها في كافة الجبهات الألمانية. يتراوح تدريع الدبابة بين 120 ملم لدرع المدفع و100 ملم للدرع الأمامي للهيكل والسطح الأمامي للبرج، و80 ملم لجوانب الهيكل والبرج ومؤخرة البرج، و40 ملم من معادن مختلطة لأعلى البرج، و25 ملم لأسفل الدبابة. ساهم هذا التصفيح من حماية هذه الدبابة من نيران معظم دبابات الحلفاء وكذلك قوانص الدبابات المختلفة، كما ساهم هذا التصفيح السميك في خلق أسطورة هذه الدبابة بين الحلفاء بأنها عصية على التدمير. قمرة القيادة. احتاجت دبابة هتلر العصرية إلى طاقم من 5 أفراد، هم قائد الدبابة وموجه المدفع ومساعده ومشغل الراديو والاتصال والسائق. كان التصميم الداخلي نموذجيا للدبابات الألمانية، في المقدمة مقصورة السائق ومشغل اللاسلكي مع فتحة واسعة إلى داخل برج الدبابة، وفي الخلف قائد الدبابة ورماة المدفعية، ومن حولهم مخازن الذخائر التي كان من السهل جدا الوصول إليها وتذخير المدفع الرئيسي. استخدم في هذه الدبابة المدفع KWK 36 من عيار 88 ملم كمدفع قتال رئيسي، وكان مدفعا طويل السبطانة عالي الدقة والفعالية مقارنة ببقية المدافع من نفس الفئة، وخصوصا على المسافات التي تزيد عن 2500 متر. استخدم هذا المدفع أربع أنواع من الذخائر: الخارقة للدروع المغلفة، وخارقة للدروع بنواة صلبة، وخارقة للدروع متفجرة ومتشظية، وحارقة ضد الأهداف الأقل تصفيحاً. أما التسليح الثانوي فكان عبارة عن رشاش مزدوج من عيار 7.92 للتعامل مع واحدة المشاة والمركبات الغير مصفحة والاشتباكات القريبة، وكان بمقدور الرشاش المزدوج يتلقي 1800 في الدقيقة الواحدة. ويمكن للطاقم الدبابة استبدال الفوهات التي يتم تبريدها بواسطة الهواء في حال الاستخدام المكثف. المحرك والدفع.
عملت النسخ الأولية من الدبابة النازية بمحرك HL210 من إنتاج شركة مايباخ، ولم تكن القيادة الألمانية راضية عن نتائج هذا المحرك، وكانت الطموحات أبعد مما قدمه، لذلك تم استبداله في العام 1942 بمحرك HL230 والذي قدم سعة 23 لتراً بواسطة 12 أسطوانة، ونتج عنه قوة بمقدور 700 حصان، مما أتاح لتايجر التحرك بسرعة 55 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة عالية جداً بالنسبة للدبابات في ذلك الوقت، الأمر الذي ساهم في رفع قدرتها على المناورة والتخفي، وسهل تحركها في الجغرافيا الوعرة. دبابة النمر في القتال. دخلت دبابة النمر في الخدمة عام 1942 واكتسبت شهرتها في معركة كورسك على الجبهة الروسية عام 1943، والتي تعد أكبر معركة دبابات في التاريخ، حيث تمكنت قوات ألمانيا وتحديداً طواقم تايجر من تدمير 1950 دبابة سوفيتية خلال أسبوع واحد من القتال المتواصل. وخلال غزو القوات البريطانية الأمريكية لشواطئ نورماندي على الجبهة الفرنسية، تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث قامت الدبابات الألمانية بانتظار القوات البحرية إلى حين وصولهم الشاطئ وأمطرتهم بوابل من قذائف مدافعها. واستغلت القوات الألمانية الموقف من حيث قلة أعداد الدبابات والمدافع على الشاطئ، فكانت تتحرك بحرية أكبر من أي جبهة أخرى. ورغم خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية، إلا أن دبابات تايجر أبلت بلاءً حسناً في الدفاع عن برلين وحصون الرايخ الثالث، وكانت مواجهة الحلفاء لمرابض الدبابة الألمانية كفيلة لنشر الذعر في صفوفهم. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو تقييمك للدبابة تايجر في أربعينيات القرن الماضي؟ وبرأيك هل تختلف كثيراً عن الدبابات في الوقت الراهن؟